ان شاء الله يا شباب عندنا الاكسكريشن امبلانت. طبعا التايتل بتاعنا بالعربي اللي هو الاخراج في الايه؟ في النبات. الاول، هل النبات يعد كمقياس للاكسكريشن؟ قال لك ايوه، بس النبات لو يا جماعه ان في نسبه الاكسكريشن اقل من الهيومن، يعني لو جيت حطيت البلانت في كفه والانيمال او الهيومن في كفه، البلانت ينزل يطلع لفوق قصدي، والانيمال كفته الطب قوي. طب ليه يا مستر الانيمال كمقدار اكسكريشن اكتر من البلانت؟ تعالى اللي احنا هنشرحه النهارده على البلانت. ليه البلانت يا مستر اقل؟ لان قال لك اول حاجه نمبر 1 الويت، الوزن، هو كنبات وزنه اكبر ولا اقل من حضرتك؟ معظم النباتات اقل. ما حدش بقى يجي يقول لي يا مستر لا ده في شجره في الجنينه كبيره قد كده. انا بتكلم على معظم النباتات، معظم النباتات الوزن بتاعها اقل من الهيومن او اقل من الانيمال. ان انت كده يا جماعه بما ان الوزن بتاعك اقل، يبقى النمبر اوف سيلز والنمبر اوف اورجانز والنمبر اوف تيشوز اللي موجوده فيه اكتر ولا اقل؟ اقل. يبقى الريت اوف ميتابوليزم، يبقى كميه الحاجات اللي بتطلع في الكاتابوليزم والانابوليزم هتبقى اكتر ولا اقل؟ اقل. فاهمين يا جماعه؟ يبقى اول حاجه ديو تو ذا ديكريزنج اوف ويت اوف ذا بلانت ذان ذا هيومن او انيمال، سو ذا ميتابوليك ريت will be smaller than، اقل من الايه؟ من الهيومن والانيمال. ادي حاجه. نمبر 2 البلانت عامل زي ست البيت الشاطره. طبعا التعبير ده الغرض منه ايه؟ ان ست البيت انت جايب ازازه بيبسي من بره شربتها، هوب فضلت الازازه فاضيه، لو رميتها ممكن يقام عليك الحد في البيت. ليه يا سعيد؟ يقول لك لا، الازازه الفاضيه تعمل فيها ايه؟ املاها ميه وحطها في الايه؟ في الثلاجه. املاها ميه وشيلها كده في المطبخ، بابا ممكن ياخدها للعربيه تحت يزود بيها ميه العربيه. سيبها ما ترميهاش. مش عارف جبته ايه من بره كده، بيضته البيت بقى فيه جرادل، ها هترمي الجرادل؟ لا، املى الجرادل طينه وحط فيها زرع على السطح فوق. يبقى من الاخر اي حاجه بستخدمها، يبقى البلانت عامل زي ست البيت الشاطره. طب يا مستر هو بقى الوصف ده ايه علاقته بالاكسكريشن؟ ركز. البلانت لو طلع كربون دايوكسيد جاز ووتر فيبر زيه زي اي كائن من الكائنات في الريسبيريشن بروسس، وهم طالعين ما يلحقوش، خدناها الكلام ده الترم الاولاني فاكرينه، يروح هوب لافين وعاملين يو تيرن، يروح رايحين فين؟ في الجرين بلاستد عشان يعملهم فوتوسينثس ايه؟ بروسس. يبقى انا كده لو قارنت بين الهيومن وبين البلانت، هل انت الكربون دايوكسيد جاز اللي بيطلع منك بتستخدمه تاني؟ يبقى عشان كده هو بقى الكربون دايوكسيد جاز اللي بيطلع بيستخدمه تاني. يبقى كده مين اللي يطلع وستس اكتر؟ البلانت ولا الهيومن والانيمال؟ الهيومن والانيمال، تمام كده يا جماعه؟ غيره. البلانت لو طلع نيتروجينس ووستس، حد فاكر النيتروجينس ووستس يا جماعه بتطلع منين؟ دايجيشن اوف بروتين، تمام. البلانت بقى ست البيت الشاطره، هوب خد ال ان اتش 2 دهات رجعها لي تاني. ليه؟ لان انا هستخدمها في تكوين البروتين، فورميشن اوف بروتين، اللي هو زي ما حضرتك مثلا في البيت سلك اتقطع او باظ، بابا يقول لك لا سيبه على جنب، ممكن سلك تاني يبقى ناقصه حته نضيفه ده على ده، ريموت باظ لا هات بس الايه؟ الجزء اللي جوه ده ساعات في الريموتات كلها بيبوظ فهندخه عليه. فاهمين يا جماعه؟ يبقى انا قصدي ان النبات بيقدر يستخدم تاني الحاجه ما بيرميهاش، يبقى تاني عشان بس الناس اللي داخلين متاخر. انا عندي النهارده الاكسكريشن في البلانت،
هتلاقي مقدمه كده صفحه كبيره طويله عريضه على ايه هي الاكسكريشن اوف بلانت اقل من الهيومن. ليه السبب؟ السبب ان جبت الهيومن او الانيمال الاقي البلانت اقل، لان البلانت بيعمل اكتر من حاجه. اولا وزنه اقل فنسبه الميتابوليك ريت اقل. رقم اثنين ده بيستخدم اي حاجه بتخرج عباره عن اكسكريتوري ماتيريال يقدر يستخدمها من اول وجديد. يستخدمها في ايه؟ في حاجات مهمه زي نواتج الريسبيريشن ياخدها للفوتوسينثيس، زي نواتج الدايجيشن ايه او بروتين يستخدمها في بناء البروتين من اول وايه وجديد. نمبر 3 بص كده سينيور 3 مهم، جزء مهم عباره عن جزء يا جماعه اسمه هايبر سنسيتيف ريسبونس. ده اسمه في سينيور 3 ده الاسم بتاعه هناك. الشرح بتاعه هنا اللي هو عباره عن ايه؟ انا كنبات قال لك بقدر اعمل حاجه ما يقدرهاش يعملها اي كائن تاني. ازاي يا مستر؟ ادي النبات اهو باللون الاخضر في ستيم وليفز وممكن فلاور، المفروض بقى تبقى ملونه. النبات لو موجود يا جماعه في سويل فيها مثلا كالسيوم والكالسيوم ده كميته كبيره جدا، يقدر يعمل ايه حضرتك؟ يقدر يجمع الكالسيوم ده، هيشفطه غصب عنه ويروح مجمعه في ورقه وبعد كده يدي اوردر للستام يقول له لو سمحت ما توصلش اكل للورقه دي، بالبلدي كده اعزل المنطقه، اعزل المكان ده. هو لو الورقه يا جماعه ما وصلهاش اكل ايه اللي هيحصل لها؟ هتموت ويل داي زين ات ويل فول، هتقع. مع السلامه، هتلاقي الورقه دهيت فول داون، مع السلامه تموت. يبقى النبات كان جيت ريد اوف its wastes by collecting in a specific part، مكان مخصص لكده مثلا وليكن ورقة، and prevent nutrients to it. طبعا then it will fall down. سؤال بقى، هل احنا كهيومن يا جماعه نقدر نعمل الهايبر سيستيف ريسبونس دي يا جماعه؟ يعني اقدر مثلا يعني بعد الشر مواد سامه دخلت في جسمي يروح جسمي مجمع كل المواد دي في ودني واروح موقع ودني تتقطع مثلا؟ طبعا الكلام ده غلط، استحاله يحصل. فاهمين يا شباب؟ طبعا هم بقى بيقولوا بقى في بعض المراجع، طب ما انت عندك الضوافر، عارفين الضوافر؟ بيتجمع فيها بعض الايه الكريستالات الزياده، ماشي، بس ده مش في كل حاجة. النبات يقدر يستخدم الطريقة دي في كل حاجة. يعني في كل حاجة أي مادة ضارة هوب يزقها في مكان ويوقع المكان ده يموته. لكن أنت لا، دي عبارة عن رواسب معينة في جسمك اللي بتتجمع هنا. فاهمين يا شباب أنا قصدي إيه؟ طيب نمبر 3 ولا 4 ان النبات يا شباب قال لك نسبه الاخراج عنده مش كبيره. طب ليه يا مستر نسبه الاخراج عنده مش كبيره؟ يعني حضرتك بيعمل اخراجات بنسبه قليله زي مثلا الووتر. لما بيعمل لها يا جماعه كولكتنج تو بي باس اوتسايد ذا بلانت، مش زي الهيومن. الهيومن انت ممكن بالبلدي كده تطلع كميه ميه زياده بسبب ان درجه الحراره عالت، هوب لا الميه دي انت تروح محتاجها تاني، راح شارب ميه من اول وايه وجديد. لكن هل النبات عنده الرفاهيه دي؟ عنده لو عطش يشرب؟ عنده لو الدنيا بقت حر يعمل ابزوربشن الوتر اللي عنده تحت؟ لا. ففي اجراءات هو بيعملها بيحافظ فيها على المواد دي، زي مثلا تعالى كده نتذكر مع بعض من البارت الاولاني، والكلام ده هيتكرر لك بقى ايه قدام ليله بقى.
ان شاء الله يعني في اول سينيور 3. حد يعرف ايه الخط الازرق ده؟ صحراء جرداء وليكن. نور النشار. كيوتيكال لاير. كيوتيكال لاير تمام. طب نور لو سمحتي. ايوه. هو ايه اهميه الكيوتيكال لاير؟ بريفنت الباسج اوف ووتر. بريفنت الباسج اوف ووتر تمام. بمعنى كده تمام يبقى الووتر اللي هي هتبقى موجوده جوه دي انا كده هزود نسبه الريشيو بتاعتها ولا هقللها؟ لا هزودها. هزودها يبقى انا كده هحافظ عليها ومش هحافظ عليها؟ زري هحافظ عليها. يبقى الاخراجات بتاعه الميه هتبقى زياده ولا قليله؟ قليله. قليله بس بقول عليها يا جماعه باي ذا افكت بتاثير الاكسترنال فاكتور العوامل الخارجيه in limited percentage. يعني يا مستر in limited percentage يعني بنسبه يا جماعه قليله خالص. ان انا حضرتك الدنيا حر اطلع لك حبه ميه كده على القد هوب يعملوا ووتر فيبر حوالين البلانت يقللوا درجه حرارته. فاهمين؟ اللي هو بالبلدي كده بتبص على محلين في محل يطلع يرش حبه ميه قدامه وفي محل كده محلات عندنا في المنطقه مثلا يروح حب شاده خرطوم مغرق المنطقه كلها مش يا دوب بس قدامه لا هو كده فرحان بالميه ده بيخلص من نفسه ده بيقلل درجه الحراره وده بيقلل درجه الحراره واحد في المتاح واحد في البتنجان بزياده خالص. طيب البلانت نمبر 5 في حاجه بقى ثانيه بزياده خالص يا جماعه ايه هي؟ ادي البلانت سيل ادي طبعا لو تفتكر السيل وول بلازما ممبرين الفاكيول النيوكليوس سيتوبلازم الجرين بلاستد نقط خضراء اهي. ايوه يا مستر حضرتك قصدك ايه بقى؟ انا قصدي ان النبات لو اتسلل له ايوه الله يبارك نرجع تاني احنا كنا بنشرح ان ادي يا جماعه بلان سيل ما كملناش ما تقلقوش وقفنا لما النت قطع اتسلت له يا جماعه عباره عن بويزن سبستانس. افرض البويزن سبستانس دي يا جماعه اتجمعت جوه النبات قال لك النبات قادر ان هو يحولها لانسولبل كريستلز. يعني ايه انسولبل كريستلز يا جماعه؟ يعني كريستالات مالها ذائبه ولا غير ذائبه؟ غير ذائبه. هوب بيجمعها كده كلها مع بعض ماشي في كتله واحده. ناس في الاونلاين الصوت وصل لهم يا جماعه؟ تمام. الانسولبل كريستلز دي يا شباب تفضل بالبلدي كده ممكن ينقلها البلانت جوه الايه الفاكيول او يخليها كده على جنب لحد ما يتخلص منها. هل الحاجه دي موجوده فينا؟ مش موجوده فينا. لاحظ ان كل الحاجات اللي احنا بنقولها على النبات تعتبر مش موجوده فينا يا حبيبي. عشان كده الوضع العام لحد دلوقتي ربنا مدي النبات حاجات زياده عننا. ليه؟ كلام بقى على كل اليونتس اللي احنا اخذناها. لان النبات كائن قوي ولا كائن ضعيف؟ ها؟ كائن ضعيف. فربنا سبحانه وتعالى مديله الامكانيات دي لانه مش هيقدر يقوم من نفسه كده من التربه يطلع الروتس ويمشي يروح مثلا لدكتور او يروح المستشفى. فاهمين يا جماعه؟ او خطر جاي يواجهه يجري. لا انت بقى فيك الحاجات دي. طب يا مستر ما احنا بنتاذي. طبعا هو ابتلاء من عند ربنا بيجي لي مرض بيجي لي بيجي لي بيجي لي بس ربنا ادالك الفرصه او العلاج ان انت هتروح بقى لدكتور او تروح مستشفى. فاهمين كده يا جماعه؟ يبقى ده مقارنه من الاثنين. طب يا مستر انا انت اتكلمت عن الووتر الووتر عشان نعرف هي بتخرج ازاي هنرجع بالزمن لورا للكلمه دي انا شرحتها في سينيور 1. مين شاطر يفتكر؟
حد فاكر؟ صحراء فرح. يعني ان المية تطلع من جوه البلانت على الليفز مثلا على شكل ووتر فيب. تمام. It is the process by which the plant, دي العملية اللي فيها النبات, ده التعريف العام, get rid of, بيتخلص من excess water, المية الزيادة, in the form, على شكل water vapor. العملية دي يا جماعة كان اسمها عملية النتح. العملية دي يا جماعة بتزيد ولا بتقل في النباتات الصحراوية؟ بتقل في النباتات الصحراوية. إن النبات بيبقى قادر إن هو يقلل كمية المية اللي بيخرجها عن طريق الترانسبيريشن. عشان بس الإيه السؤال ده تبقى فاكره, لأن هو أكيد هيجي لك وسط الإيه؟ الأسئلة إن شاء الله لما نوصل لها. طب يا مستر الترانسبيريشن دي كم نوع؟ ثلاثة. من أسمائهم كده يا رب تفتكر. ستوماتال, يبقى بيحصل عن طريق ما شاء الله تطلع منه نسبة 90%. كيوتيكلر, يبقى عن طريق الكيوتين not exceed 5%, ما بيزيدش عن 5%. لينتكيلر, بيحصل عن طريق لينتكلز, وده أقل حاجة خالص. ما لو 90 ومثلا خمساية يبقى هيبقى خمسة, هنا لو وصلت ستة بقت أربعة, ده اللي بيكمله. فاهمين يا شباب؟ طيب تعالى كده بالراحة, هتاخد أكبر كمية الأول اللي هو مين؟ الاستوماتا. حد يفكرني هي إيه الاستوما دي؟ أيوه قول يا سعيد. الفراغ اللي في النبات. طب الفراغ ده جاله منين يا حبيبي؟ فين فين الفراغ ده؟ زي ما قال سعيد, اللي هو يا جماعه الفراغ اللي بيبقى موجود ما بين الإبيديرمال سيل ويبقى متغطي بالكيوتين كده. حد فاكر تحتيه ايه بيبقى فيه ايه؟ ايوه حد قالها, بلزيد ميزوفيل. تمام, اللي هي طبقه الميزوفيل. والمكان الفاضي ده سبونج, والحته الفاضيه دي كان اسمها اير ايه؟ ايوه اير شامبر. الحمد لله في ناس فاكره. ركز, الميه كانت توصل هنا تتاثر بدرجه حراره الجو, الشمس الشموسه بره هنا ومنزلة الأشعة بتاعتها كده. ها أشعة الشمس لما توصل المية دي إيه اللي هيحصل لها؟ هتتحول ليه؟ ووتر فيبور. الووتر فيبور ده هيتجمع هنا بره على الإيه؟ على الطبقة اللي بره دي. فهيعمل إيه للتمبريتشر؟ هيزودها ولا هيقللها؟ تمام, دي أول حاجة. يبقى أنت بس عشان تبقى عارف. طيب ليه ده يا مستر نسبته عاليه جدا؟ لان لو عملت لك النبات كده اهو, وادي مسل ورقه اهي, حد يعرف الاستوما موجوده فين؟ في الورق. فين وفين؟ ابر ولور, صح؟ طب السؤال عدد الورق ايه؟ هل ورقه واحده؟ ده بيبقى عباره عن ايه؟ لو شجره كبيره شويه خالص ممكن توصل لالافات. تمام, يبقى عشان كده نسبه الميه بتطلع من كل السيرفيس اريا اللي موجوده فوق دي, عشان كده نسبتها كميه كبيره ايه خالص. تمام يا جماعه؟ تمام, يبقى دي اول حاجه. فاضل لي اتنين, نوعين اسمهم ايه وايه؟ كيوتيكلر, وده قلنا نسبته قليله خالص. طيب ده موجود فين يا مستر؟ ده بيطلع من الطبقه اللي قالت عليها نور من شويه. فاكرين طبقه الكيوتين؟ بيبقى في بعض الاحيان مش متقفل صح. ايه يا مستر يعني ايه مش متقفل صح؟
يعني في مسافات صغيرة إيه؟ جدا. ولو نرجع كده الكلام الأستاذة نور من شوية قالت إن الكيوتين ده اللي هو هيحول اللاير من بريميبل لي امبريميبل، يعني غير قادرة على النفاذية، بس قال لك الفراغات الصغيرة دي بقى ها هتبقى مكان مناسب أو ملائم إن يعدي إيه؟ طيب بما إنه عيب في التسليم، كأنك كده جبت إيه؟ حد يقفل لك حاجة ساب لك كده فتحات، إيه رأيك؟ هل هتبقى عددها زي الاستوما أكتر ولا أقل؟ عشان كده نسبتها مالها؟ أكتر ولا أقل؟ أقل، نسبتها ما بتتعداش 5%، بلس إن حضرتك يا جماعة بتبقى طالعة منها على شكل ووتر إيه؟ فيبور. النوع الأخير اسمه لينتيكولار. ايه اللينتيكولار ده يا مستر؟ مين شاطر يفتكر اسم العالم اللي انا هقوله ده؟ روبرت هوك. عايز حد بقى يكون ايه بيحب بايو، ذاكرته قويه جدا. ماشي نور النشار اتفضلي. هو اللي سمى السيل بسيلولا. اللهم صل على النبي، ما شاء الله، الله يبارك لك يا بنتي، والله يسترك يا اختي ما يفضحك. ركز كده يا جماعه، هو اللي سمى السيل بالاسم ده. طب ازاي عرف الموضوع ده ازاي؟ تعالى كده نفتكر، كان مصنع مايكروسكوب عبيط جدا كده لسه قوته ضعيفه جدا، فهو باصص لقى ان في ماده بتتكون على الاشجار القديمه اللي هي عمرها كبير. تعرف الماده دي اسمها يا نور؟ كيوتين ممكن؟ لا هربت بقى المره دي، كورك. فالكورك في بعض الاحيان بتحصل فيه غلطات، بمعنى يبقى فيه كده فتحات. ها تعال نقول، هل الفتحات دي هتبقى قد كميه الكيوتين، الفتحات اللي في الكيوتين، اكتر ولا اقل؟ اقل. يبقى اللينتكلز دي عباره عن فتحات بتبقى موجوده في الكورك، ادي اللينتكلز اللي هو بيبقى مغطي التري، مش اي تري، اللي هي الاولد تري. طيب انا كده فكرت حضرتك او راجعنا الترانسبيريشن، تعالى كده جمع لي كده اهميه الترانسبيريشن انت اخذتها. مين شاطر يا جماعه يفكرني باهميه الترانسبيريشن؟ في واحده انا قلتها في اول الكلام، واحده انت عارفها من الترم الاولاني. ايوه decrease temperature، بيقلل درجة الحرارة. إن إحنا قلنا by increasing the surrounding temperature of the plant temperature you are in. By increasing the temperature of the surrounding environment of the plant tissues will increase of its temperature. So the plant started to change the water into water vapor which surrounded the plant causing the decrease of its temperature. تاني لازم تبقى عارف الخطوات، درجة الحرارة زادت، المية اتحولت لبخار، البخار اتحول حوالين المية، درجة الحرارة بدأت إيه؟ تقل، وده اللي بيحصل لكوكب الأرض عموماً طول فترة الصيف. عشان درجة الحرارة تبقى تحاول إن هي تبقى ثابتة، الووتر فيبور اللي في الجو هو اللي بيعمل لها أورجنايزيشن، إزاي؟ شمس، مية تتحول لبخار، يطلع في الجو، يهدي الجو شوية. اللي هو بيبقى بالبلدي كده ساعة العصاري، عارفين؟ اللي هو يقول لك بابا ايه امتى الايه؟ العصر يجي عشان الدنيا ايه؟ تفك، ايه تفك دي يا حاج؟ والله يا ابني سمعناها زمان كده، ما هي فعلا بتفك، يعني ايه تفك؟ درجة الحرارة عالية جدا، بس من الساعة 12، 1، 2 كل البحار والمحيطات والأنهار المية اللي فيها جزء منه بيتحول لووتر ايه؟ فيبر، لما يطلع الجو بقى يحصل التخبط في حالة المناخ فيعمل الويند، الرياح. اللي هي تجيلك بقى على العصرية، فطبعا بقى يا جماعة هوب يبقى كده الايه الجو بيقول لك يفك، تمام؟ غيره الترانسبيريشن ليه أهمية أخدناها في الترم الأولاني؟ أيوه الأدهيجن والكوهيجن اللي هو بيعمل إيه يا روان؟ اللي هو بولينج أوف ووتر. فاكرين حضرتك لما قلنا طابور بيستلم كتب من فوق خالص ثلاث دوائر من الووتر طلعوا، ايه اللي هيحصل تحت؟ ثلاثه هيدخلوا من تحت، وكنت بغير الالوان واقعد ازق الطابور. طب ايه الطابور ده اللي هو الووتر كولم؟
يبقى جماعة الترانسبيريشن بيعمل حاجة اسمها بولينج اوف ذا ووتر، وزود ترانسبيريشن هل المية هتتنقل؟ أعلى مسافة يتنقلها المية كام؟ 125 متر. طبعا كان عندنا بقى شوية نظريات تانية كانوا صح ولا غلط. غلط، اللي هي واحدة ما تطلعش 150 سنتي، والتانية عشان الجوانب مش عارف فيها ايه، والمية بتبقى ماشية في البيكم وهكذا. طيب آخر نقطة قبل ما نبدأ نحل حبة من الهومورك، حاجة اسمها جماعة جاتيشن. افتح الكتاب عشان تعلم على كلمتين. أنا في بيج كام يا جماعة؟ أنا للأسف لسه ما حولتش الكتاب، بس عندي النسخة القديمة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ساينس لأ، بيولوجي أهو. هو ده؟ أيوه هو ده. حد كاتب حاجة في الشات. 47 مع نور النشاط. أنا نسيت خالص إن الأسئلة ممكن تكون متغيرة. هما كم سؤال الجديد؟ كم؟ 51. ماشي، يا رب تكون بس الأسئلة هي هي. طبعا انت احنا أخدنا جماعة أول صفحة اللي هي الإكسكريشن إن بلانت، اللي هو ليه طبعا البلانت أحسن من الإيه؟ من الهيومن، أو كميته أقل من الهيومن. طبعا هنا هتلاقي واحدة أو اتنين زيادة، ان البلانت يقدر يتخلص من الكربون دايكسيد جاز والمينرال سولت في الروت، اللي هي طبعا اوتوماتيك بتدوب تاني وترجع تاني وهكذا، لكن كله هو اللي احنا اخدناه. الجوتيشن اللي عايزك تفتح يا جماعه عشان تشوف الصفحه، اللي هو الابيرنس اوف ووتر دروبلتس على الحواف بتاعه الاوراق، اللي هو حضرتك الورقه يبقى باين عندها يا جماعه، خصوصا في فصل الربيع. الشكل اللي قدامك ده نقط ميه، اللي هو بيتقال عليه بالعربي يا جماعه الجاتيشن، ده يعني الندى، اللي هو التندي، اللي هو خروج الميه يا جماعه من الاوراق. مصر يبقى بتطلع من الاستوما، مش من كل الاستوما، من استوما خاصه او معينه يا جماعه للموضوع ده، اسمه هايد سود. دور كده على الكلمه، موجود عندك باللون مختلف كده اكيد في النسخه الجديده موجوده. ان الووتر دروبلتس دي يا جماعه اللي هي بتخرج زي ما قلت لك سبيشلي في ايه؟ فصل السبرينج بس. طيب يبقى دي كميتها يا جماعه، هل هتبقى زي كميه الترانسبيريشن؟ طبعا لا. انت اخدت معانا النهارده لحد الامبورتنس. مستر سوب بيقطع. طب تمام كده فرح، إن شاء الله تبقى زي اللي معاكم، استر يا رب. زي اللي معانا؟ طيب شوف كده يا جماعة بالراحة. طب الصوت عند الباقيين واضح يا جماعة؟ واضح. تمام، فرحة خروجي وارجعي تاني يا فاروق. يلا نحل يا شباب، ولو سؤال مختلف ولا حاجة هنحل مع بعض يعني. اللي هيحل هيحاول ان هو يوضح الاجابات، يعني مش مجرد ان هو بيحل وخلاص. والناس اللي دخلت متاخر يا جماعه ما تخرجش عشان لسه ما اخدناش الغياب. طيب احل انا اول واحده عشان عايز اوضحها. نمبر 1، all of the following are from the components of nephritic tubules. النفريتك تيوبولس دي يا شباب اللي هي كان فيها لو تفتكرهم، طبعا سيبك من الايه، من البوبن كابسول، فيها الفيرست كويل واللوب اوف هينل والسكند ايه كويل. فبيقول لحضرتك كمعلومه ان دولت لما يتدخلوا مع بعض بيدونا الجلومرس دهيت، اللي هي عباره عن تجمع بومن كابسول مع البلاد فيزل. تمام، بومن كابسول مع البلاد ايه فيزل، اللي هو لو نزلت للسؤال الثالث مين في دولت هيبقى الجلومرس بقى، مين في دولت في بلاد فيزل، هيبقى نمبر ايه. يبقى انا حليت السؤال الاول والايه والثالث اهو. السؤال الثاني مين يحاول معانا؟ جانا اتفضلي. بومن كابسول والسكند كويل موجودين في الكورتكس، كلام صح ولا غلط؟ صح. تمام، السلكتيف فري ابزوربشن بتحصل في الاثنين. تمام، بومن كابسول بتحصل فيها فلتريشن والري ابزوربشن مش هنا. تمام،
يبقى الأولى صح والتانية غلط. أنا عايز اللي يجاوب يا جماعة يجاوب زي جنى اللي هو موضح هو فاهم من إيه، ولو سؤال أنت وقفت فيه أنا اللي هشرحه لك. يلا بينا السؤال الرابع. In the healthy person, Bowman capsule is similar to loop of Hanal N. يا رب يكون زي السؤال اللي عندكم. لا يلا بينا حد يحاول أقول أنا. هما الاثنين يا جماعة هل البروسيس اللي موجودة فيهم هو الاثنين واحدة؟ لا. هل موجودين HA the presence of H1 in the kidney؟ لا. الجلوكوز في كل واحدة فيهم واحدة؟ طبعا لا. يبقى فاضل مين؟ اليوريا موجودة في الاثنين صح كده؟ طب يا مستر هو ايه البرسنتيج اوف جلوكوز دي؟ هي النسبة فيهم واحدة ازاي او مختلفة ازاي؟ يعني في سؤال قالته معايا جانا قبل الحصة بيج 30 اللي هو ده. انا مش هبص على السؤال نفسه، انا هشرح الايه السؤال. هو نمبر 1 اللي داخل ده يا جماعة هيبقى فيه ايه؟ كل الجلوكوز صح؟ هيبقى 2 و 3 المجموع بتاعهم اللي موجود في 1 صح؟ ليه؟ لان 2 هيطلع فيه النيت و 3 هيهرب صح ولا لا؟ اللي هو على قد ما اقدر. يبقى اكبر كميه في مين؟ 1. نكمل احنا فين؟ السؤال الكام؟ الخامس. يلا بينا. ده كان موجود النهارده في الشيت. الجلوكوز اول ما تلاقي جلوكوز عشان اجيبه محتاج اكتف ترانسبورت. وهتلاقي سؤال تاني ليه الجلوكوز نسبته بتتغير في المكان ده؟ لان في ميتوكوندريا بتبقى موجوده يا جماعه عشان تكسر الجلوكوز. يلا بينا السؤال السادس. مين يحاول معانا زيه؟ يلا خطاء اقرا السؤال. Which of the following doesn't occur when renal filtrate pass through nephric tubules؟ هتبقى الاجابه دي restoring the body of some amino acid and converting excess of them into urea. تمام. طيب تعالى كده نربط الكلام ده بايه بالشيت بتاع النهارده. هو ليه الامينو اسيد ما اقدرش اجمعها يا صاحبي؟ عشان هي هاز لارج. لكن انا بجمع الجلوكوز تاني، السولت تاني، الووتر تاني. تمام شكرا مستر. ممكن بس السؤال اللي هو نمبر 5 عند حضرتك؟ ايوه. طب ليه ما تنفعش مثلا سيلكتيف بريمابيليتي؟ سيلكتيف بريمابيليتي دهيت ممكن تبقى موجوده معانا لانها موجوده مع السولت ومع اي حاجه، بس مع احترامي الكامل لحضرتك هنا ضروريا لازم يبقى فيه انرجي عشان ارجع الجلوكوز تاني. تمام تسلم يا مستر. تحت امر حضرتك. السؤال السابع. Which of the following can't the human kidney get rid of it؟ كلامنا عندكم فرح. تبقى اول واحده الاكسس بروتين عشان هو مش بيدخل اصلا. تمام عشان نسبته كبيره. تعالى يا جماعه الرسمه. At which point the concentration of glucose is highest؟ حبيبه زد. تمام. ليه اخترنا الزد؟ تمام نسبة الجلوكوز فيه عالية. طب أنا ليه ما أخدتش مثلا أولا الإكس لو كانت موجودة كنت أنا أختارها؟ ليه؟ في النهاردة يا جماعة الناس بتذاكر ليه؟ Which of the following is not found in the part X؟ اللي موجود مش في البارت X يا جماعة. أربط الكلام اللي لسه حالينه فوق. شافعي؟ هتبقى الهيموجلوبين يا مستر. لان الهيموجلوبين ده نوع من انواع البلود وكده البروتين. ايوه. The highest concentration of salt found in the part، اكبر كميه املاح بقى هتبقى موجوده في البارت. سهر اتش. تمام. لان الاتش دي يا جماعه اللي هي الكولكتنج داكت اللي مجمع كل الاملاح الزياده اللي في الجسم. Which of the following part contain liquid is similar to the blood plasma without blood protein؟
قد بقى نور اكس. تمام اكس، لان ده المكان اللي بيحصل فيه الفلتريشن. مستر ممكن سؤال 2؟ سؤال 2. بص يا حبي، عشان مستر الهيموجلوبين من الريد بلاد سيلز، الهيموجلوبين ده ما بيعديش. انت حتى لو ايه، لو رأيت اللي كده اللي تحتين ان البلاد بلازما وزود بروتين، حتى لو قريت اللي تحت. تمام، احنا قلنا البروتين ما بيعديش. السؤال التاسع، which of the following passes to the Bowman capsule، يعني بيعدي بيدخل البومن كابسول، يبقى هتلغي، يبقى انت هتشيل البروتين المرة دي. ها تعالى كده، هل الفيتامين سي بروتين؟ ده اللي يعدي. هل الفيبرونجين يعدي؟ لا. انسولين ده هرمون بس بروتينيك سبستانس. ها السيروكسين بروتينيك سبستانس، فاهمين يا جماعة؟ يبقى دول ما يعدوش. نمبر 10، in the normal case البرسنتيجي of protein in the renal artery is not that in the renal vein. كان عندكم يعني ايه الفرق بين الرينال ارتري والرينال فين؟ طب ليه ايكوال تو يا توتا؟ لان انت ما بتاخديش اساسا، ما بيع يعني الدم البروتين اللي هنا هو البروتين اللي هنا، لان لا ده بيتشفط ولا ده بيعدي. ايوه ما هو لو بيتعمل له بقى فلتريشن كان هيبقى فيه جنب اكبر من الثاني. اهو هيبقى فيه، لا لسه، ازاي ده هيبقى فيه جنب اكبر من الثاني؟ الدم اللي هنا هو الدم اللي هنا، هو اللي اتفلتر محتويات الدم ما عدا البروتين، ففضلت النسبه هنا زي هنا بالظبط. ده لو حصل ان الفرق في نسبه، وده في سؤال قدام هتقولي ان في ديستربنس في بومن كابسول ان هي بايظه، اللي هو شخص بقى بيستخدم الايه الارتفيشال كيدني. السؤال يا جماعه اللي بعده 11، ذا اوبوزيت فيجر الليستريت ا بارت اوف ذا هيومن يورينري سيستم and the blood vessel connected with it in the healthy person which of the following part transport glucose. مين اللي بينقل الجلوكوز؟ اكيد يا جماعه اي blood vessel بينقل الايه الجلوكوز، اللي هو مين ومين؟ اكس وواي. طيب comparing with the structure x in the figure the structure y contains. اتفضل يا استاذ شافعي. هتبقى نمبر سي يا مستر، لو concentration of urea. تمام، lower concentration of urea. ليه؟ لان واي اللي طالع ده خلاص اتفلتر. احنا قلنا جماعه خد بالك الاسهم داخل ارتري طالع فين، خد بالك من الحته دي، داخل ارتري طالع فين. السؤال ال 12، انا برجو من ربنا ان احنا نوصل لل 25 ان شاء الله. When the percentage of glucose in the renal artery is much higher than that in the renal vein, this indicates the occurrence of disturbance in the process which occurred in. مين يحل معانا؟ اتفضل يا فرح. تبقى النفريك تيبيال عشان هو كده في مشكله في الريابزوربشن بروسيس. شكرا، سلام، وضحنا واوجزنا. The following table ده بيقول لك يا جماعه اربع اشخاص بس في واحد منهم كال فول باين ولا كال ايه؟ كال فول ليجم ريتش ميل، يعني بروتين. محمد هتبقى الاجابه بي. ليه يا محمد؟ عشان الاماونت اوف ووتر النيورين، عشان هو في اوجست يبقى كده هيبقى في هاي سويت، هيبقى في هاي سويت، يبقى كده الاماونت اوف ووتر هتبقى قليله سمول، بقى البرسنتج اوف يوريا النيورين هتبقى هاي. حضرتك سامعني يا مستر؟ ايوه معاك. هو انا معاك في الجزء الاولاني ماشي، انت اخترت انت عندك هاي وهاي، بس هو عشان لان هو هيعرق، هيطلع الميه في العرق. تمام انا اسف، يبقى الميه هتبقى قليله في البول. تمام، يبقى انا اخترت هاي وسمول. طيب لو غيرنا السؤال ده يا جماعه وخليناه مثلا ان سبتمبر او مثلا اكتوبر، هيبقى هاخد مين يا جماعه؟ هاخد ايه اللي هو هاي وهاي، لان انا هزود بقى كميه الميه اللي في اليورين. سؤال 14، مين معانا؟ which of the following structure the blood plasma
to and from it oxygenated blood. يعني oxygenated يا مستر؟ مؤكسج. يعني يا مستر طالع منها الدم مؤكسج، يعني ما ايه ما حصلوش حاجة. تفضلي. بومانز كابسول هو اتعمل له فلتريشن لكن ما خدتش ايه اكسجين جاز. هو دي اجابته صح؟ مع احترامي الكامل، اي اورجان او اي بارت في الجسم لازم ياخد اكسجين. تاني، اي اورجان او اي بارت في الجسم لازم ياخد ايه اكسجين. مش اساسا بومن كابسول دي عباره عن جزء من اجزاء الجسم فيها سيلز، ماشي؟ انا همشيها له هعديها له يعني، بس دي نسبيا. هو ممكن اقول مثلا هاير او لور، ادخل بقى ان فيها كميه اوكسجينيتد بلاد كتير ودي اوكسجينيت قليله، بس هو قصده على الارتري والفين اللي هو دخل وطلع. طلع من الناحيه الثانيه اوكسجينيت زي ما هو. سؤال 15. Which of the if you know this concentration of large size protein in the blood plasma ومديك رقم. Which choice of the following table the normal concentration in the renal filtrate and urine in the healthy person. الأول هو البروتين هيعدي؟ مش هيعدي. يبقى النسبة هتبقى 0. 0 عندنا في 2 وفي اليورين هيبقى 0 برضه. 0 0. سؤال 16، مين يحل؟ معنا خمس دقايق. مين يقرا ويحل؟ لو انت عارف ان الجلوكوز ريابزوربت تو ذا بلاد بيفور ذا رينال فلتريت ريتش ذا لوب اوف هانا. Therefore we conclude that the mitochondria are دي قلناها دي صح؟ Highly abundant in first coiled A tube. The following table shows the composition of liquids that's found in the blood of healthy person. 0000 1.52. Which structure that following contains this liquid? أيوة تفضلي. سمعت سؤال number 16 بس. ليه ما أخدناش بومنز كابسول كمان؟ لأن بومنز كابسول دي اللي بتستقبل الدم. يعني ممكن تعمل ما تعملش absorb يعني. آه لسه ما حصلش فيها حاجة خالص، مجرد استقبال. تمام شكرا. طبعا يا جماعه المكونات دي مكونات ايه؟ يورين صح؟ اليورين بيبقى موجود فين في الحروف دي؟ هيبقى في ال اللي هو اليوريتر. سؤال تافه. سؤال 18. The main function of the two kidney in the human is شافعي؟ هو انا مستر بس ما فهمتش السؤال ده فممكن حضرتك تشرحه بس. اللي هو نمبر 17؟ 18 اشرحه تمام تحت امرك. ايه اللي هيعمل السيل الكدني؟ مستر انت هتقول لي جيت ريد اوف ذا يورين. لا ما ينفعش اقول على حاجه اهميه اساسيه. صح صح. ما ينفعش اقول على حاجه اهميه اساسيه وفي غيري بيعملها. مستر مش فاهم. يعني مثلا سي مستر عمرو بيشرح، سهر بتشرح برضه، يبقى دي مش اهميه اساسيه. لكن مستر عمرو بيشرح وبيحل، صار بتشرح بس، فالناس هتروح فين؟ انا مستر عمرو ليه؟ عشان بيحل مش عشان بيشرح. لو على الشرح يبقى مستر عمرو وميس صار كمان بتشرح. فاهمين يا جماعه انا قصدي ايه؟ طب يا مستر انت قصدك ايه؟ انا قصدي ان انت لو بصيت حتى هو حارق لك السؤال. ليه؟ لان في وفي النقطتين دولت اللي هو جيت ريد اوف يوريا وتحت جيت ريد اوف اكزيس ووتر وسولت. مش دي من اهميات الكدني؟ بس دي ليست اهميه اساسيه. ليه؟ لان في غيره بيعمل نفس الموضوع اللي هو مين؟ الاسكان والليفر، بيشارك بحاجات وحاجات. يبقى الاهميه الاساسيه هي نمبر سي اللي هو اخلصك من البويزن السبستانس واعمل حاجه اسمها البلاد سمولاريتي. يعني ايه بلاد سمولاريتي دي يا جماعه؟ اللي هي نسبه او الكونسنتريشن اوف سبستانس انسايد ذا بلاد. ان لو بالبلدي كده فاكرين قلنا ايه اللي يحصل لو ما فيش ري ابزوربشن؟ هل حياتنا هتفضل زي ما هي؟ الدنيا هتبوظ، هشرب ميه زياده وبعد الشر هعمل ايه؟ هروح للارتفيشال كيدني ديفايس موال. فاهمين يا جماعه؟ يبقى ده الفرق ما بين الاساسي والفرعي. السؤال 19.
لو شفت اليورين بتاع شخص لقيت فيه ألبومين زيادة دي قلناها، يبقى الشخص إيه اللي بايظ عنده؟ بومانز كابسول، لأن الألبومين ده بروتين فعدى. ديزوردر، أنا آسف، ده إيفيشنسي يعني كفاءة. سؤال 20، which it shows in the opposite table shows a percentage of some chemical substance in the urine of the healthy person. Healthy person. نور. سي. ليه نور؟ علشان هو مفروض الجلوكوز البروتين زي ما هيطلع زي ما هيدخل، تمام، مش هيتغير، لكن اليوريا اللي بتنزل. الله ينور عليك. The body can get rid of excess vitamin C which is absorbed by يا ربنا by urine. يلا يا جماعة مين يحل السؤال 22؟ ايه سبب زيادة المية في اليورين في شخص عادي؟ هيبقى الإجابة ايه؟ ليه سهر؟ تمبريتشر ده يبقى هيشغل السويت العرق، الاكتيفيتي سويت العرق، هو عايز اليورين، يبقى انا عايز هنا لو لو زي ما سهر اختارت، وطبعا الهاي اللي هو الايه؟ كميه الميه اللي شربتها كتير. السؤال ال 23 باشا صحصح. The amount of blood pumped by the heart passes through the kidney in 1 minute equal هيبقى 1.2 اللي احنا قلنا لو تفتكروا اللي هي 1.2 ل 1 بوينت كام؟ السؤال 24 لو وصلنا ل 25 يبقى تمام كده، حتى الدقيقه 58 اهي. ابص على الايه؟ الجراف ده. بص كده يا شباب، قول لي ايه، اوصف ايه الكلام ده للبيشنت ده. كان 100 هوب نزل لاقل ريت في 4 أو 3 ساعات. حد يعرف الفلتريشن اللي بياخد 3 ساعات ده يا ربيع؟ اللي هو ريسيف ارتفيشال كيدني، اللي احنا قلنا بعد الشر الشخص بيقعد من 2 لـ 3 ساعات. السؤال 25 والاخير دي لسه قايلينها، لا دي لسه ما قلناهاش دي. البلاد كيدني فيلر بيشنت بيعتمد على ايه؟ روان اتفضلي. بس اسمح، ممكن بس حضرتك تشرح ايه الحاجات المكتوبه في التشوز نمبر 24؟ نمبر 24 اساسا 24 اللي السؤال الاولاني ده هو عباره عن اللي هو المرض البول السكري، يعني الشخص ده عنده مرض السكر، وده طبعا ملوش علاقه بالشكل اللي قدامنا لان اليوريا ملهاش علاقه. ستون يعني عنده حصوات، وتكوين الحصوات ده بيمنع البول او بيخزنه فتره، ده كلمه اليورين قلت قوي. هيبتوميجالي ده عباره عن ديستربنس ان ذا بلاد، بيغير الاسموزيه بتاعه البلاد، هيباتوميجالي بس ما اعرفش كمركزين ايه الخط صراحه يعني، بس انا جبتها من الرسمه ان 3 ساعات يبقى ده الفلتريشن اللي هي الارتفيشال كيدني تريتمنت. تمام يا روان؟ شكرا لحضرتك. مستر معلش بس ممكن ثانيه، هي مش الهيبه ديت ممكن نقول عليها انها ليفر؟ تمام، وهو دلوقتي قال فوق في السؤال ان هو هيباتيك فين، فهو اساسا ما عداش لسه ما راحش الكدني، احنا لسه على دو عند الليفر، فبالتالي اخترتها سي ان هيبه دي تقول ليفر. هو انت واخداها عشان الاسم يعني؟ انا قلت هيبه اللي هي ليفر، وهو ما عداش اوريدي على الكدني ان هو كاتب في السؤال فوق هيباتيك فين. بس هقول لحضرتك حاجه، ده اليوريا اتكونت وتخلصنا منها صح ولا لا؟ تمام. هو مين اللي بيخلصني منها؟ الكدني. الكيدني، طب الكيدني بقى دي اساسا هل بتخلصها لي في 3 ساعات؟ لا. ولا في نفس الوقت؟ نفس الوقت. يبقى اللي شغال ده بقى ايه، نورمال ولا ارتفيشال؟ ارتفيشال. طب برضو ماشي، بس هو انا فاهم ان هو ما عداش على الكيدني، فانا قصدي ان هو كده الكيدني المفروض نطلعها. انا فاهمه كلام حضرتك، بس انا فاهمه ان كده المفروض نطلع الكيدني من الحسابات، طالما هو ما ذكرهاش فوق احنا لسه ما جبناهاش اساسا. سي انت عايزه تاخدي ده عشان هو ده مرض في الليفر صح؟ ايوه، واحنا لسه وصلناش للكدني، احنا لسه. طيب انا عايز اسالك سؤال، ما دام الليفر بيطلع يوريا يبقى الليفر شغال ولا مش شغال؟ شغال. ايوه، يبقى هاخد المرض للليفر ليه؟ صح. يا لا 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 لا، النهارده يا جماعه يوم غريب يا جماعه.
نور اقتنعت على طول وحبيبه بتذاكر ونور بتذاكر وجنى بتحل. لا 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 لا. ونور ابو شنب وقرطام رجعوا من الدرس. لا لا يا جماعه ده يوم تاريخي. وسعيد حل سؤال. في حاجه هتحصل النهارده. لا لا هيتغلب. The blood of the kidney failure يا جماعه is purified through dialysis depending on اللي هو الفلتريشن يعني. طبعا بيعتمد على فكره ما عندناش اوسموزس خالص يا صاحبي. ديفيوجن. انت عندك في الدرس ده اتنين، ديفيوجن واكتف ترانسبورت. ديفيوجن مع يورين واكتف ترانسبورت مع الجلوكوز. تمام؟ اوقف الريكورد. يبقى الهوم ورك يا جماعه يا ريت